تنظيم مستوى رائع، سامح الله العظيم لعبتو بالصحة، تنظيم مستوى رائع، يعني الأمور سهلة فهمتي، عندك التيكي ديالك بي كتشري بي ديالك كتجي كتنزل كتدخل فهمتي، الدخلة سهلة يعني ما بقاتش تجي باردو دوبادي في الأربعة خصك تجي مع 12 أو 11 تغدى بلاتي عليك تقارب ساعة واحد نص ساعة فهمتيني، خدينا وسيلة النقل ديالنا فهمتي، عارفين أن الأمور تكون مزيانة الحمد لله. المغرب هاد 10 سنين الأخرى اللي راه مشى بزاف بعيد القدام إن شاء الله. تعرف شي راه نظمنا حنا كأس العالم قطر، ماشي عاد راه حنا اللي نظمنا كأس العالم قطر. المغاربة كفاءة مغربية. كفاءة مغربية، أطول المغربية كاملة كانت في قطر، لا من أطباء لا من الناس الإسعاف لا من الأمن لا من جميع المجالات. أولا كنشكروا لجنة المنظمة على التنظيم، كنشكروا المسؤولين. التنظيم في المستوى صراحة نتمنوا يبقى حتى في المباريات ديال اتحاد طنجة، كل مباراة كتنظم داخل ملعب البطوطة تكون كلها في نفس المستوى ديال التنظيم، وحتى الجمهور حتى هو خصو يساهم في النظام ويساهم في التنظيم، وتكون لان كلشي كيعطي صوره على طنجه وصوره على المغرب بصفه عامه. الملعب المواصفات ديالو مواصفات عالميه، المسؤولين صراحه في المستوى، الجمهور ايضا في المستوى، ونتمنى هذا يبقى على طول العام، وباش تكون اتحاد طنجه ترجع للمستوى ديالها ونرجعوا دائما هذا الملعب هذا. المغرب غادي بواحد الوتيره زعما مزيانه، كيبان لي زعما قادر ينظم جميع المسابقات وملتقيات اللي مجا ان شاء الله. الحمد لله التنظيم مزيان، اجواء ممتازه رائعه. ماشي انا الحق هذا التنظيم اللي عندهم معتبر، عندهم تنظيم مزيان بزاف، و يسهل بزاف ديال هذيك ديال العمليه ديال الولوج العمل. كتشوف ان المغرب قادر ينظم كاس العالم ينظم طبيعه الحال، هذا في المستوى وصل لواحد الدرجه كبيره باش يقدر، ماشي ملتقيات كبيره بزاف. قادر ينظم اكثر من هذا المونديال ولا شي حاجه اكثر من، الحمد لله. تنظيم رائع، كنشكروا جميع زعما الناس والطاقم اللي وقفوا على التنظيم هذا، وتنظيم رائع كيشهد به زعما الناس ديال برا قبل الناس ديال المغرب، والله يوفق والله يكمل كل شيء بخير وعلى خير. شكرا لك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.